صباحك أسعد أخي رضا، تحية لك وتحية لكم السادة المشاهدين، مرحبا. شكرا جزيلا لك على تلبية الدعوة دكتور. واحد من المواضيع المهمة جدا، يعني مش فقط بال المواطن وبال بعض الفئات في المجتمع، الزيت والسكر والسميد والحاجات هذه اللي حضروها رمضان، ولكن أيضا الأمر مهم جدا واللي يشغل بالهم أصحاب الأمراض المزمنة هو الصيام خلال شهر رمضان. فيقول لك أنا رمضان جاي، كيفاش راح نقدر اني نعود نفسي على الصيام؟ هل يمكنني نصوم؟ يمكنني ما نصومش؟ الناس اللي اكتشفت نفسها انها مريضه مثلا بالسكري حديثا الى غير ذلك من الدرجه الاولى والثانيه، وحتى اللي عندهم الانسولين دكتور، الصوم يحتاج الى عنايه خاصه واستشاره طبيب في الحالات الصعبه. بالفعل سيدي، وموضوع مهم جدا وهو كيف نستعد للصيام. الاستعداد للصيام يكون من خلال، اولا اذا كان الشخص انسان عادي يجب انه يزور طبيب ليتعرف انه هل يعاني من بعض الامراض او بعض المشاكل الصحيه التي تؤول بينه وبين الصيام. بالنسبه لي هناك سؤالك ممتاز جدا، لان قلت ممكن الشخص اللي يكون عنده مصاب بمرض مزمن منذ مده طويله جدا فهو مصنف من اصحاب الامراض المزمنه، وهناك فئه ثانيه من الاشخاص الذين اصيبوا حديثا ببعض الامراض المزمنه، وهذه نقطه مهمه جدا. اولا بالنسبه للناس اللي مصابين بامراض مزمنه منذ مده طويله جدا، هؤلاء اكيد انهم يتعودون، المفروض انه كل ما يقترب شهر الصيام تقريبا على الاقل، اقل مده هي 3 أسابيع الى شهر قبل الصيام، يجب زياره الطبيب. زيادة الطبيب أولا للحصول على التصريح بالصيام، هذه نقطة مهمة جدا. بعض الأمراض قد تبدو لكثير من المرضى أنها أمراض بسيطة جدا، ولكن قد يؤثر عليها الصيام سلبا، وبالتالي هنا ضرورة زيادة الطبيب. بالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكري حتى لو كان من النوع الثاني، الناس اللي تتناول الأقراص، بالنسبة للناس النوع الأول اللي يستعمل الأنسولين، هؤلاء كذلك مجبرون على أخذ الإذن من الطبيب المعالج، هل بامكانهم الصيام مع استعمال الحقن ام لا. في الغالب يعني في الغالب 99% لا يصوم الشخص الذي يستعمل الانسولين الا نادرا اذا كان يستعمل نوع من الاقلام الخاصه بالانسولين، هناك نوع خاص، هذا حسب التقرير او حسب الفحص الخاص بالطبيب. اصحاب الامراض المزمنه بالنسبه لداء السكري، منهم الاشخاص الذين كذلك يمكنهم الصيام، يعني الشخص اللي عنده السكر غير متوازن غير منتظم، فهذا كذلك قد يحدث له الصيام مشكل خطير جدا، وقد يحدث له غيبوبة وخلل في توازن السكري، وقد يتسبب في الوفاة. للأسف نسجل سيدي حالات كثيرة جدا في شهر رمضان لأشخاص يصرون على الصيام وتتضاعف حالتهم الصحية وقد تصل إلى الوفاة. كذلك بالنسبة لداء السكري، الفئة النوع الثاني أو النوع الأول، الناس اللي يعانون من مضاعفات، يعني عندهم دي كومبليكاسيون، مضاعفات سواء قدم السكرية عفوا الله أو الكلى السكرية أو مشاكل تورمات مرتبطة بداء السكري، فهؤلاء كذلك لا يمكنهم الصيام إلا بقرار من طرف الطبيب. نقطة كذلك مهمة جدا وهي نحاول الناس اللي عندها سكر حتى النوع الثاني اللي يستعملوا الاقراص، يعني ما يستعملوش الانسولين، يستعملوا الاقراص فقط، لكن نقول لهم حاولوا ان تضبطوا السكر قبل حلول شهر رمضان. نعم دكتور، من غير حتى عن المخاطر اللي يعاني منها اصحاب الامراض المزمنه ربما بانصيابهم وعدم التقيد بالنصائح، بعض الأشخاص ربما اللي عندهم الأمراض اللي هل هنالك أمراض اللي يفيدها الصيام مثلا خاصة صيام شهر رمضان؟ ممتاز. بالفعل سيدي، أولا قبل أن أجيبك على هذا السؤال، تكلمنا فقط على أصحاب داء السكري، لكن نعم، هناك أمراض أخرى، يعني حتى الانسان العاديين، يعني الناس اللي تعاني مثلا مشاكل اللثه، مثلا مشاكل اللثه وتورمات الجونسيف، يعني تلثه الاسنان الى اخره، فعليهم ان يعالجوا امراض الفم قبل شهر الصيام حتى لا يكون هناك نزيف قد يحدث لهم خلل في الصيام. الناس اللي تعاني من قرحه المعده، يجب ان نعالج قرحه المعده قبل شهر الصيام، لان قرحه المعده مع الصيام والبقاء لساعات طويله دون اكل، هناك افرازات مع الجوع قد تؤدي الى زياده قرحه المعده وزياده جرح المعده. الناس اللي عندها كذلك اضطرابات في الكلى، حذري ثم حذري، هؤلاء كذلك يمكن ان يحدث لهم مشاكل صحيه، لان مثلا بالنسبه للحصى الكلوي، الجفاف المرتبط بالصيام قد يؤدي الى مشاكل كلويه خطيره جدا. الناس اللي يديروا مثلا تصفيه الكلى، دياليز، هؤلاء كذلك لا يمكنهم الصيام الا باستشاره طبيه. الناس اللي عندها مشكل بالغده الدرقيه، الجواتر، هؤلاء كذلك يجب عليهم ان يتوجهوا الى الطبيب حتى يتحصلوا على التعليمات. هناك سيدي نقطه مهمه جدا قبل ان نقول اهميه الصيام، حتى مواعيد الادويه سيدي،
الأدوية، لأن كما تعلم بأنها تختلف ساعات الإفطار بين رمضان والأيام العادية، حتى حجم الوجبات. نعلم أن الوجبة القوية هي وجبة الإفطار، بعد ذلك تكون هناك وجبة متقطعة ثم وجبة خفيفة في وجبة السحور. وهنا يجب أن نغير مواعيد أخذ الأدوية. دائما أنصح مرضايا أنهم، والمرضى اللي يسمعوا فينا، أننا يتوجه الطبيب تاعو باش يعطيهم التعليمات، لأن بعض الأدوية يجب أن تأخذ مع الوجبة الثقيلة، بعض الأدوية مثلا بالنسبة للغدد الدرقية يجب أن تكون بعيدة عن موعد الأكل، وهذا لأن إذا شربت بعض الأدوية مع الأكل لن تنفعك وقد تحدث لهم مشاكل. الناس اللي تعاني مثلا بالنسبة لفقر الدم، سيدي الناس بزاف عندها الأنيمي فقر الدم سواء المزمن أو الحاد، هؤلاء كذلك حذر ما حذر من الصيام. بالنسبة لفائدة الصيام سيدي، الصيام أقول أنها فرصة. الناس اللي تعاني من البدانة، ونحتفل أن قبل أيام في يوم 4 من هذا الشهر الجاري، شهر 3 شهر مارس، احتفلنا باليوم العالمي لمكافحة داء السمنة. وكما تعلم بأن هناك مؤشرات عالمية بأن تصبح السمنة مشكل صحة عالمية، وبالتالي أنا أقول فرصة. اللي دخل عليه رمضان وما نقصش في الميزان ما استفاد ما حتى شيء من رمضان، ففرصة للتخلص من الدهون ومن الشحوم الموجودة في جسم الإنسان وتخفيض نسبة الكوليسترول بشكل كبير جدا. الناس اللي عندها القولون، فتنظيم مواعيد الأكل والأكل الصحي كفيل بتخلص من مشاكل القولون بشكل كبير جدا سيدي. دكتور، بالنسبة لأصحاب الأمراض المتعلقة مثلا أمراض القلب، هل الصيام يشكل بالنسبة لهم خطورة؟ وانت ذكرت نقطة مهمة جدا، مثلا الأمراض الغدد، تحدثوا على اللي عندهم القواطخ، انت قلت انه الدواء يكون متباعد، يعني في هذا النقطة ما الحل اذا كان الشخص ما يقدرش مثلا ياكل دواء فوقت الفطور، يعني وقتاش يقدر ياكله وهو صايم؟ يفضل انه يبقى صايم مثلا. جيد، بالفعل اكيد. اولا بالنسبه للجانب الاول، الاشخاص المصابين بالامراض القلب مختلف انواعها، سواء امراض الشرايين او امراض القلب، هناك ربما بدرجات متفاوته. اكيد قلت هنا القرار يرجع للطبيب المعالج. اذا كان الامر يستدعي انك ما تصومش لن تصوم، وهذه رخصه الهيه بتفويض من الله عز وجل للطبيب، لان حتى نحمي، لان الفائده من الصيام هو الاجر، والاجر انك كذلك عندما لا تصوم حسب علماء الدين، فعندما تحافظ على صحتك كذلك لك انت لا تصوم ومأجور على انك تستمع او تنفذ التعاليم الدينيه. بالنسبه لامراض القلب سيدي، في الغالب لا يوجد هناك مشكل مع امراض القلب، بالعكس هي فرصه لتخفيض الضغط على القلب، لان عندما لا تاكل ربما ما يكونش هناك وجبات، ما يكونش هناك ربما عمل شديد للقلب، ونحن نعطي فرصة لاستراحة القلب بشكل جيد، ولكن لا ننسى مواعيد أخذ الأدوية. بالنسبة لسؤالك الثاني، أكيد أن بعض الأدوية، بعض الأقراص، بعض الحقن مرتبطة بقبل وبعد الأكل وأثناء الأكل إلى آخره، فلا مشكلة في ذلك، فقط يتم استشارة الطبيب ويقول لك كيفاش تغير. مثلا إذا كانت الوجبة القوية الحقنة اللي كنا نأخذها مثلا قبل الأكل نأخذها في وسط الأكل مثلا إلى آخره. بالنسبة للبواتر بالغدة الدرقية كذلك يتم تغيير مواعيد أخذ الأدوية، ونتجنب نأخذ أدوية الغدة الدرقية مع الحليب، نأخذها في الغالب نصف ساعة إلى 4 ساعات بعد الأكل، يعني نأكله إذا كنا مضطرين باش ناكلوا، ومن بعد نستناو ما نزيدوش ناكلوا تماما، نخلوهم شويه ربع ساعات في الغالب الى ساعتين، بعد ذلك ناخذ ادويه الغده الدرقيه، هكذا نستفيد منها. فنقول ان استغلوا شهر الصيام للقضاء على كثير من الامراض، لان الصيام اثبتت الدراسات المختلفه انه يسمح بتجديد الدوره الدمويه، يسمح بتنشيط النخاع الشوكي سيدي، النخاع الشوكي، لاننا نتعود ان نأكل في كل فتره وهذا غير صحيح، ولكن الصيام هي فرصه لتنشيط الدوره الدمويه، تنشيط النخاع، وحتى تنشيط المناعه. دكتور، ربما أيضا بين الأمراض الشائعة، وتتحدثت عن أيضا مرض اللي متعلق مثلا بالتقرحات المعدية إلى غير ذلك، القولون العصبي، الناس اللي عندها مثلا مرض القولون العصبي اللي فيه مثلا أنه حتى الجوع في حد ذاته ربما المعدة الخاوية خلينا نقوله قد تؤثر على النمط أو نظام هذا القولون، هل هنالك مخاطر ربما إزعاجات قد يحدث للمريض القولون، مثلا إزعاج أثناء صيامه أو مخاطر مثلا؟
بالفعل والله سؤال ممتاز جدا. يعني الناس اللي تعاني من قرحه المعده، كما تعلمون ان قرحه المعده مع الجوع سوف يكون هناك افرازات انزيميه، بالتالي الانزيمات، لان هذا سؤال موضح للمشاهد الكريم لان ما بقاش وقت كثير في البرنامج، لان نطرح سؤال نقول لماذا نحن نهضم اللحم والمعده لحم ولا يتم اكلها من طرف الانزيمات؟ هذا راجع للمخاط الموجود الذي يغلف المعده. في الانزيمات تأكل اللحم الذي نأكله ولا تأكل لحم المعدة لأنها محمية. في حال وجود قرحة وبدأ هناك جرح، فذلك الجرح فهو يتأثر بشكل كبير جدا بالإنزيمات الهضمية التي تفرز على مستوى الفم أو على مستوى المعدة. في الناس اللي عندها القرحة يعانون أثناء الصيام بشكل كبير جدا، لأن الجوع سوف يزيد من الألام. وهنا المشكل هو مرتبط، أو الحل، كيف الحل؟ الحل أنك أولا تعالج القرحة المعدية قبل شهر رمضان، حاول انك تعالجها. النقطه الثانيه، هنا نرجع الى حديث النبي عليه الصلاه والسلام في السحور بركه. السحور هو امر مهم جدا. السحور اذا كان بوجبات محترمه يحميك، لان شوفوا بان السحور الان ربما بعد الظروف اللي نعيشها الان ربما السحور راح يبدا في وقت العمل تقريبا، انا الحمد لله الفجر راه تقريبا مع بدايه النهار، ماهوش مشكل في طول الصيام. وبالتالي عندما تاخذ وجبه الفطور السحور عفوا سوف تحميك من الجوع لساعات طويله جدا. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، ربما حتى المعده لا تتاثر فقط بالصيام ولكن تتاثر بالعادات الغذائيه، وهنا حنفتح قوس مهم جدا للعادات الغذائيه الخاطئه التي تنتشر في رمضان، الوجبات الدهنيه والدسمه الدهون المشبعه، عندنا الاكثار في البهارات وليزيبيس، المشروبات الغازيه، نعم المشروبات الغازيه، المنبهات كالقهوه والشاي، ولا ننسى تحذير الاطباء من السكريات للاسف، الزلابيه بمختلف انواعها والحلويات التي يقبل عليها المواطن، كلها تزيد من المعاناه. لان هنا مربط الفار السيدي، وما شاء الله تكون عندنا فرص في شهر رمضان بحول الله حنتكلموا على أكيد. الأخطاء التي نقوم بها. الناس تعاني من الإرهاق الشديد ومن العطش الشديد. العطش الشديد المفروض أنه لا يكون، والأرق الشديد لا يكون. لماذا؟ لأن نحن ماذا نفعل؟ نأخذ الوجبات الثقيلة، السكريات، لتعلموا بأن الوجبات الدهنية حتى يتم هضمها تحتاج إلى كمية كبيرة من الماء. السكريات حتى يتم هضمها تحتاج إلى كمية كبيرة من الماء، وهنا نصاب بالعطش الشديد. لكذلك لماذا نصاب بالإرهاق؟ نحن لا نأكل الوجبات التي يتم هضمها أو بشكل بطيء، فقط نأخذ الوجبات التي يتم هضمها واستهلاكها بشكل سريع جدا، كالحلويات إلى آخره، التي يتم امتصاصها في المعدة وفي جسم الإنسان وحرقها، المصطلح وحرق السعرات الحرارية بشكل سريع جدا، ولهذا نصاب بالإرهاق الشديد. أما الوجبات الثقيلة كالتمر والخضر والفواكه والنشويات فيتم استهلاكها وحرقها بشكل بطيء جدا وتحمينا من الإرهاق والعطش. يلا دكتور، فيما تبقى من الوقت يعني حتى يلا نمزج ما بين النصائح بشكل عام، وأيضا في ربما ملاحظة ونقطة أنا لاحظتها في كثير من الأشخاص اللي عندهم الأمراض المزمنة مثلا كالسكري، كثير من أمراض الكلى مثلا، القلب. دكتور بالنسبة لأمراض السكري، خاصة أمراض السكري باعتبار أنه شهر رمضان فيه الجازوز، فيه الزلابية، القلب اللوز والحلويات بكل أنواعها، كثير من أصحاب المرض السكري دكتور خلينا نقوله بالعامية يغلقوا راسهم بزاف، يعني كان كثير من المرضى أنه يقول كان رمضان مانيش حاب نفطره، كيفاش ولازم انا نصوم ولازم كذا ولازم كذا ولازم كذا، وبالتالي يقع في حاله من العناد، يقول لك انا نصوم خليني نموت معليش المهم انا نصوم وخلاص. بالنسبه لنصائح لهؤلاء الاشخاص دكتور. نعم سيدي، والله للاسف نجد هذا الاسلوب من العناد في كثير من الاشخاص، والحمد لله ما هذه العقليه لا تنقص بشكل كبير جدا، ولكن في الغالب موجوده هذه الحالات موجوده للاسف، العناد هذا الذي للاسف يقول لك نحب نصوم ولازم نصوم، وفي عوض انه يجي يصوم راح يدير الخلل، يعني مضاعفات صحيه اللي تخليه يدخل المستشفى، ولا يقلق فقط نفسه ولكن يقلق العائله الى اخره، وسجلنا مضاعفات خطيره جدا. يعني لما كان عنده سكر مستقر يزيد يصوم، يعاود يرفع له السكر تحت المضاعفات، يدخل في الغيبوبه السكريه الى اخره، حذري ثم حذري. حتى بالنسبه لداء السكري او مختلف انواع الامراض نسجل هذا النوع من العناد الذي للاسف يسبب ضغط على المستشفيات ويزيد من معاناه المريض. وبالتالي نقول وكما اكد العلماء، لست عالما في الدين، العلماء الدين اكدوا انك لن تصوم وانت ماجور ولك اجر صائم. ولنفسك عليك حق ايضا دكتور.
محمد كوش كان بودي يعني نسأل كثير من الأسئلة الأخرى، مش عارف إذا كان الزملاء يزيد يعطوني ثواني فقط. دكتور بالنسبة نعم. بالنسبة للنساء الحوامل في شهر رمضان دكتور، هل هنالك خطورة على يعني صحتهم؟ نعم سيدي، سؤال ممتاز جدا. بالنسبة للنساء الحوامل هناك فئات، لأن يمكن ليست حالة عامة. بالنسبة لثلاثة أشهر الأولى، إذا كانت المرأة الحامل في حالة صحية جيدة، يعني تمكنها أن تصوم، يعني ما تعانيش من أعراض الوحم كالتقيؤ مثلا، إرهاق شديد، أو الأنيميا، فقر الدم إلى آخره، فيمكنها أن تصوم. أما إذا كانت تعاني من هذه الأعراض فمن الأحسن أنها لا تصوم. في إذا كانت تتغذى بشكل جيد يمكنها أن تصوم. إذا كانت تعاني من مثلا سوء التغذية، أنها ما تتغذاش مليح لأن مع الوحم إلى آخره، وما تحبش تأكل إلى آخره، وحالتها الصحية لا تسمح، فمن الأفضل أنها لا تصوم. في الأشهر الوسطى يمكن أن تصوم بشكل عادي إذا تعاني من أي مشاكل صحية. في نهاية في الأشهر الأخيرة إذا كانت ربما قدرتها البدنية جيدة تصوم. إذا كانت ربما ضعيفة مثلا، ما تاكلش مليح، ومش عندهاش الإقبال في الشهية إلى آخره، من الأحسن أنها تصوم، لأنها مقبلة على عملية الولادة والوضع، أكيد أنها تحتاج إلى قوة، تحتاج إلى ولا ننسى أن ما نكونوش أنانيين، عندنا جنين كذلك هو ماهوش صايم، لازم ياكل. شكرا جزيلا لك دكتور محمد كوش على هذه النصائح الجميلة جدا. أكيد راح نكونوا مرافقين للسادة المشاهدين، نقدموا لهم خدمة عمومية باعتبارك أنت طبيب مختص في الصحة العمومية، أيضا راح نقدموا لهم كثير من النصائح خلال شهر رمضان، وتحدثوا عن العادات السيئة خلال الشهر الفضيل. أشكرك جزيلا الشكر دكتور محمد كوش الطبيب المختص في الصحة العمومية على حضورك معي عبر خدمة سكايب على المباشر. شكرا جزيلا لك وموفق، يومك موفق أكيد.